أنا اسمي أبو العربي وهذه هي قصتي. كنت أعيش في بيت مع زوجتي وأطفالي. كنا نعيش حياة سعيدة خالية من المشاكل. تقريبا. وفجأة دخل علينا أربعة جنود، ثم أخذ أحدهم يقترب منا، ثم قاموا بضربي. ثم أخذوني إلى ساحة في القرية ليست ببعيدة عن منزلي. قيدونا لمدة طويلة حتى تعبنا تعبا شديدا. وأخيرا جاء الفرج. Nein! وهجرنا من أراضينا لنعيش في مخيمات، وهذه هي قصتي. والسلام عليكم ورحمة الله.